السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم هند من اسطنبول. نتمنى تكون احوالكم كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على اهم منطقة في اسطنبول، ميدان تقسيم وشارع استقلال اللي هما قلب حياة مدينة اسطنبول. هذه البلاصة رائعة جميلة اللي دائما كنت كنصورها لكم وكنوريكم فيها حاجات زوينين، ايضا فيهم حاجات اللي خايبة، حاجات اللي ما مزياناش خصوصا مؤخرا، وليت كنسمع قصص من متتبعين، ناس كيتواصلوا معايا، وايضا كنشوف حاجات او ظواهر اللي ولات كثيره بزاف اللي ما نقدرش نسكت عليها مازال. ففي هذا الفيديو ان شاء الله نبغي كل شيء يسمع لهذا الفيديو حتى الاخير، لانه اي حاجه غادي تسمعوها فهي مهمه لكم، باش ان شاء الله الا ناويين تجيو لاسطنبول وبغيتو تمشيو لهاد الشارع ما توقعوش في عمليه ديال النصب او لا سرقه في هذا الشارع الرائع. فخليكم معايا في الفيديو باش تفهموا. فيديو مصور في جوج ديال الايام غيبان لكم، حتى يبان لكم وصل الفيديو لقطات اللي فيهم الشتاء ولقطات اللي الجو زوين ومشمس. راه هو في نفس الاسبوع، غير هو الجو كتعرفوا في اسطنبول متقلب بالنسبه للناس اللي كيسالوني دائما على الجو، وهو السبب في الصوت ديالي لانه باقي عيان، باقي ضربني البرد. مشكيت عليكم، ردوا بالكم في هنايا في اسطنبول راه الجو جد متقلب، يعني اليوم كيكون الحراره والشمس، يعني ماشي الحراره، يعني الجو بارد شويه ولكن كيكون الجو مشمس، والغد ليه كيكون الجو بارد بزاف، وفي الصباح وفي الليل كيكون شويه ديال البرد. فردوا البال مزيان لهذه المساله. على بركة الله بالنسبة للناس أغلبيتهم كيسميوا هاد البلاصة كاملة تقسيم، وخا هو الشارع سميته استقلال وتقسيم، فقط هذاك الميدان اللي فيه التمثال ديال أتاتورك. بالنسبة لميدان التقسيم فهو الجزء اللي كيشكل المركز ديال إسطنبول، الشريان اللي كيصل الزوايا بالأطراف ديال المدينة بعضها وبجنب ديالو أشهر المعالم. وميدان التقسيم فيه النصب كما قلت لكم ديال الجمهورية، اللي هو رمز تحول تركيا لدولة مستقلة تحت القيادة ديال أتاتورك، وهو أحد أهم الوجهات اللي كيقصدها السياح، وأحد أهم الشوارع اللي كيمارس فيها السكان المحليون النشاطات ديالهم، بحكم أن تبارك الله كاينين سياح بزاف. واكتسب هاد الشارع تقسيم الاسم ديالو من محطة توزيع المياه القديمة اللي كانت في إسطنبول، واللي توقف العمل ديالها منذ قرن، ولكن بقى منها استخدام ساحتها والأحياء المجاورة لها، وبقات كمركز ثقافي للبلد. كاين لكم الوصول للساحة ديال التقسيم عن طريق الخط ديال المترو ام جوج، والنزول في المحطة ديال التقسيم، ومن بعد كتمشيو للشارع اللي قلت لكم اللي هو شارع الاستقلال، اللي كيعد واحد الشارع اللي هو حيوي جدا وبادخ كل ما يهم السياح والسكان ايضا المحليين الترك. بالنسبه لهذا الشارع اللي كيقولوا لي الشارع الذي لا ينام، يمكن لكم تمشيو مع الجوج ديال الصباح، 3 4 ديال الصباح كتلقاو باقي الناس كيتمشاو، باقي بعض المحلات فاتحين، اكيد المحلات يعني الكبارين يعني اللي معروفين الماركات الكبار ما كيفتحوش، يعني اخرهم اغلبيه كل واحد الوقت ديالو، ولكن اغلب كتكون مع 10 ديال الليل. يضم العديد من المقاهي، المطاعم وشوارع تاريخية، بالإضافة للكنائس، مساجد ومؤسسات أكاديمية، وأيضا سوق ديال السمك. بالنسبة للصراحة ما ننصحكمش أنكم تتقدوا منه أو تبضعوا منه، كاينين فيه حاجات اللي زوينين اللي شوية نقول لكم عادي الأثمنة ديالهم، ولكن أغلبية الماركات وغتستغربوا من الأمر، لأني حتى أنا يلا مؤخرا لحتى الناس ديال الإنستغرام كنت شاركت معاهم مؤخرا انني مشيت لال سي وايكيكي ديال تقسيم، كنت غادي ناخذ بعض الاشياء وما كان الزحام وداكشي، ومشيت لال سي وايكيكي اللي كاينه غير بقرب جواهر مول، فلقيت الفرق كبير، يعني لقيت
الثمن ديال التقسيم اغلى من ال سي واي كي الثانيه، لذلك فما ننصحكمش حتى في المجازات العالميه يعني اللي معروفه يعني مونغو وزارا، دخلوا قارنوا الاثمنه قبل ما تشريو. شي كيطابق على المحلات ديال المكياج وديال العطور الى اخره بحال غراتيس واتسون، حتى هما الفروع اللي كاينين في جانب التقسيم. ايضا بالنسبه للصرف ديال العملات حتى هو كيكون غالي في الجهه ديال التقسيم، لذلك حاولوا تتفاداو. يمكن لكم تمشيو تزوروا وتمشاو في هذاك الشارع الجميل، ولكن كنصحكم نصيحه لوجه الله انكم تمشيو في الصباح لانه في المساء كيكون مكتظ. ونصيحه ايضا انكم ما تزوروش يوم السبت والاحد، لانه زياده على انه كيزوروه تقريبا يوميا ما يقارب 3 ديال الملايين شخص، فالسبت والاحد كيزوروا ايضا الاتراك لانه ما كيكونش الشغل يعني كيكون الويكاند كيمشيو ليه، فكتكون الدنيا عامره. كيبلغ الطول ديالو تقريبا 1410 متر، فيه مقاهي، مباني اثريه، محلات الملابس، مكتبات، سينما الى اخره. كما قلت لكم بالنسبه للمقاهي والمطاعم راني شاركت معكم اللي كنعرفت تماك مزيانين في الفيديو ديال المطاعم. اكيد لما نساو المترو القديم اللي من عهد العثمانيين اللي عاطي واحد المنظر رائع لشارع الاستقلال، يمكن لكم تركبوا فيه كي ياخدكم من تقسيم حتى لاخر شارع استقلال، ويمكن لكم تنزلوا من بعد على رجلكم غلطة. ايضا اللي زايد الاهميه ديال هذا شارع الاستقلال هو وجود العديد من السفارات والقنصليات الهامه بحال السفاره الامريكيه، الفرنسيه، اليونانيه، وايضا البريطانيه. كيتعد ايضا شارع استقلال من اهم الشوارع اللي كيتقاموا فيها المهرجانات التركيه لانه مكان شعبي، وايضا المسيرات والمظاهرات والمواكب كيكونوا بزاف في شارع استقلال. سابقا كنتو كتلقاو هذوك الاشخاص اللي كيكونوا هكاك على الطريق بزاف، اللي كيكونوا كيغنيو، كانوا بزاف بحال كما حنايا في المغرب في مراكش، الحلقات بحال الشكل ديال الحلقات، يعني كل واحد وشنو كيقدم الفن ديالو سواء غناء او لا رقص او لا عزف على شي اله ولا اي حاجه. حاليا دابا ما بقاوش بزاف كما كانوا شحال هادي لانه ولاو كيجيو البوليس يعني كيجريو عليهم، فحيت فهاديك التجمع اللي كيكون فهاديك الحلقات كيكون بزاف ديال الشفاره ايضا او السرقات كيتموا تماك، لذلك بداو كيحاولوا انهم يحيدوهم، غتلقاوهم قلالين اولا كيغنيو غير واحد شويه وكيحبسوا حيت كيكونوا كيدوزوا البوليس. كاين ايضا اللي كيبيع الذره مشويه ومسلوقه، وايضا الكسناء. الذره حاليا دابا 15 ليره، الكسناء كما كتشوفوا اولا القسطال كنقولوا ليه حنايا، الثمن دابا راه ولا 150 غرام ب 50 ليره، صراحه غلا بزاف، يعني ما يقارب واحد 30 درهم، شي 3 دولار ولا 3 اورو هكاك. ولكن هنا في التقسيم شويه كيكون زايد، يعني برا التقسيم تقدروا تلقاوه ارخص شويه. من بعد ما درت لكم واحد التعريف بسيط، وراه كاين فيديو اخر غنخلي لكم الفوق اللي مازال ما شافوش، اللي كنت شرحت لكم فيه غدا كنتمشى في التقسيم كامل وكنقول لكم المحلات فين يمكن لكم تتغداو فين هذا، وكنشرح لكم بزاف ديال الحاجات حتى الاماكن اللي موجوده في الشارع. وسبق لي ايضا تكلمت على عمليه النصب، تكلمت على بزاف ديال الحاجات. مع الاسف كاينين بعض الناس ما كياخذوش الامور بجديه، لانه قريت بعض التعاليق ديال الناس اللي كيقولوا لي كتخوفي احنا صافي ما بقيناش بغينا نمشي. وهذا الغرض من الفيديو ديال باش ننبهكم، ماشي باش نخلعكم او ما تجيوش. اكيد ماشي تركيا ماشي غير امنه، يعني لدرجه ان الواحد يجي يوقف عليك هكاك نيشان او يهدك تحت السلاح او لا، ولكن اغلبيه السرقات كيكونوا يعني هكاك يعني كنقولوا النشل، يعني كيجي كيخدمك يجبد لك كتكون انت ساهيه ولا ساكك من موراك كيخشي يديك يجبد لك، اما باش يوقفوا عليك او ينصبوا عليك. فلذلك غادي نعطيكم بزاف ديال النصائح اللي سمعوها مزيان، الله يجازيكم بخير باش ما يوقع لكم حتى شي حاجه ان شاء الله، ودوز العطله ديالكم بخير وعلى خير. اول حاجه حاولوا انكم ما تتكلموا مع حتى شي غريب، وكنعاودها وكنكررها، عدم التكلم مع الاشخاص الغرباء هادو، ما تهضروش مع حتى شي واحد. يجي واحد يسولكم ولا شي حاجه غادي تقولي لا الانسانيه، بعد المرات الناس كتجي تتكلم معاك او تسال، حاولوا ما تكلموا مع حتى شي حد
صافي. حتى الناس لكتو من الاحسن انكم ما تسولوا حتى شي حد، ما تحاولوش بينوا الناس انكم تالفين او لا ما عارفين شي حاجه. انا من الاحسن نصيحتي لكم كسياح، الواحد خصوصا في اسطنبول ضروري من الانترنت في التليفون، يعني ضروري خذوا واحد الرقم ديال تركسيل، دائما كنقول لكم رقم ويكون عنده الانترنت، اي حاجه بغيتوا دخلوا لجوجل وقلبوا عليها بدون باش ما تسالوش الناس، لانه بعض المرات هذوك الناس كيكونوا تماك كيتربصوا بهاد بعض الناس اللي كيكونوا كيسالوا او لا تالفين، فكيجي كيبغي ينصحك او يقول لك نديك لهاد البلاصه، فكيعزلك فواحد الزقاق او فواحد الزنقه اللي بعيده شويه على الناس، وكيقدر انه يكشطك ياخذ ديك الفلوس ديالك. حاجه واحده اخرى، كاينين بزاف الناس اللي كيجيو عندك وكيدعيو على انهم تسرقوا، وهذه وقعت لي انايا شخصيا، انه جا عندي واحد الشخص والزوجه ديالو شارع استقلال والدنيا عامره، ووراني الصاك ديالو بانه مقطع مضروب بموس، وقال لي بانه هو سائح، وهضر معايا بالانجليزيه، وعلى اساس انهم جاوا هنايا 10 ايام وسرقوا لي الفلوس ديالو كامل، وما عندوش باش ياكل هو والزوجه ديالو. انا واخا انا عارفه انه نصاب، لانه انا سامعه بهذه القصه قبل وكنعرف بزاف ديال الطرق ديال النصب، ولكن واخا كاك بقى فيا يعني هو والزوجه ديالو، وحتى الاخر لحظه وقلت لا صافي انا غادي نمشي، واصلا ما كانش عندي الكاش باش نساعده. فمن بعد منين رجعت للمنزل ديالي وتكلمت مع الزوج ديالي وعاودت ليه الظاهره، اقسم بالله انه اعطاني النعت ديالهم تمام كما تلاقيت بهم، عطاني النعت ديال الشخص والنعت ديال السيده اللي ادعى انها الزوجه ديالو، وقال لي حتى انا راه كنت الاسبوع الفايت في تقسيم وتلاقى ليا وتعرض ليا، وقال لي نفس القصه، اذا فهما نصابين. ومن بعد منين تكلمت عليها في الانستغرام، فبزاف ديال البنات اكدوا لي على انهم حتى هما كاينين بعض البنات اللي تعرضوا لهاد النوعيه ديال النصب اللي كيسولوا، وكاينه واحد النوعيه اخرى فحال هذا الشكل، يعني كيجي يوقف عليك واحد الشخص وكيدعي على انه سائح وعلى انه بغى يشوف الفلوس، كيجي ما عرفتش كيفاش كيدير، حتى كيدخل معاك في الهضره وكيقول لك الله يخليك بغيت غير نسولك واش عندك 100 ليره مثلا او 50 ليره، بغيت غير نشوف الشكل ديالها كيفاش داير، راه بغيت ممكن يعطيك واحد القصه باش تجبد ليه الفلوس وتشوف. وهاد السيده انا شخصيا جات عودتها ليا، ومن بعد منين طرحت المساله لقيت بزاف الناس اللي قالوا ليا كانوا غيطراو في نفس النصب، لانه كانت السيده غاده هي والزوج ديالها وهي كانت مجي تشوف واحد المحل، فاذا بها كتلقى الزوج ديالها واقف وكيجبد الفلوس كيوريهم شخص اخر. منين جات قالت راجل اش كدير كتجبد في الفلوس وكتوريها، فراجلها فحال كان فحال حنايا كنقولوا لهم السماوي، كان فحال شي حاجه قرا عليه شي حاجه اللي خلاته دون العقل ديالو بدا كيجبد ليه الفلوس، وقال لي ها راه بدا معايا في الاول غير بغيت نشوف واحد قطعه نقديه ديال 100 ليره ولا ورقه نقديه ديال 100 ليره، من بعد ولا قال لي بغيت نشوف ديال 200، بغيت نشوف هذه، حتى ولا السيد كيجبد ليه في الفلوس. الحمد لله ان السيده جات في اخر لحظه وعتقات الزوج ديالها، فلذلك من الاحسن ما توقفوا مع حتى شي واحد اللي ما كتعرفوش، واخا يقول لكم يجي يهضر معاكم او لا يقول لكم نتوما كتكلموا عربي ما تجاوبوش صافي زيدوا خليوه. حاجه واحده اخرى كنت ديجا شرحتها في فيديو سابق، اللي هو قلت لكم هذيك العمليه ديال النصب ديال هذاك السيد اللي كيكون كيمسح الصباط او كيلمع الاحذيه. هاد الطريقه ديال النصب قديمه بزاف، ما عرفتش باقه حاليا، ولكن نعاود نقولها لكم لربما توقع لكم وكتوقع بزاف في تقسيم. هاد الطريقه كيكون واحد الشخص اللي هو شخص يعني راجل مسن، كيكون عنده هذاك كيكون هاز العده اللي كي يمسح بها الاحذيه، وكيطيح هو عمدا كيطيح واحد ديك الشيته ديالو ولا الفرشات ديال المسح كيطيحها باش انت كتهزيها ليه. ملي كتهزيها وكتبعيه يعني باب الانسانيه كتبعي كتقول ليه هكا الشيته ديالك، فهو تيبدا يتشكرك كيقول لك شكرا شكرا، وكيقول لك اجي ضروري غادي نمسح لك الحذاء ديالك، انت كتقول لي لا شكرا، هذه كيقول لك لا انا باش نعبر على الشكر ديالي والله يسامح لك الحذاء ديالك، الا الا كنتي حذاء رياضي فغادي تفلتي من هذه القضيه. فكيجرك كيقول لك
لا هنا الزحام في هذا الشارع عشان ندخلوا له هذه الزنقه، كيدخلك لواحد الزنيقه وكيمسح لك الصباط ديالك. وهذه وقعت لجوج ديال الناس كنعرفهم، جاوا عندي تواصلوا معايا قالوها لي شخصيا. كيمسح لك الصباط ديالك ومن بعد كيقول لك صافي كتقولي ليه شكرا، كيقول لك اري لي الفلوس، اعطيني الفلوس. واحد السيده كنطلب منها 50 دولار، وشخص اخر كنطلب منه 400 ليره كنظن. الا قلتي ليه من بعد انت لا من لا، فكيخرجوا جوج ديال الاشخاص ولا ثلاثه ديال الاشخاص اللي كيكونوا معاه، وكتقدري تعرضي للضرب الا ما عطيتيش هذيك الفلوس. فردوا بالكم مزيان. واهم حاجه بالنسبه للشارع كما قلت لكم، بغض النظر على انكم توقفوا، بغض النظر على انكم تهضروا مع الغرباء، بالنسبه للناس اللي دوك الشحاتين كما كنقولوا ولا اللي كيطلبوا، هو مزيان الخير، كنبغيو نديروا الخير، صدقه مزيانه، ولكن كاين بعض الناس اللي هما عصابات اللي كيكونوا خصوصا في الميدان ديال التقسيم، وكيكونوا مخدمين معهم اطفال صغار، وكتلقى الام ديالو، وبعد المرات الطفل كيجي عندك كيقول لك الام ديالي مريضه بغيت نشري ليها الدواء. مع الاسف اغلبهم كيكونوا عرب او لا من جنسيات اخرى، يعني حيت الاتراك هنايا ما يمكنش، حيت لا شدوا البوليسي يقدر يدخلوا الحبس باه ولا مو. هنايا صارمين في التدريس ديال الاطفال الصغار، الا ما دخلتيش ولدك المدرسه فيها عقوبه تقدر توصل الحبسيه. ما عليناش، المهم كيجي عندك كيقول لك راه الام ديالي مريضه خصني الدواء، بغيت نشري لها الدواء ديال هذا، عطيني باش نشري الدواء في الصيدليه. وكاينين كاع اللي كيبغيو كاع يمشيو معاه يشريو الدواء ومن بعد راه كيعاود يبيعو. المهم انا بغيت نعلمكم. وحاجه واحده اخرى، بعض المرات فحال كيوقف واحد كيلاهيك وواحد اخر كيكون معاه طفل صغير اللي كيقدر يشفر لك او يسرق لك من الحقيبه ديالك شي حاجه ولا هذه، حيت كتكوني ملاهيه وكيبقى واحد يجبدك من هنا واحد كيجبدك من هنا، عاد كتجي الام ديالهم. المهم حاولوا تردوا البال، الله يعطيكم السر، يمكن لكم تديروا فيهم الخير او لا تصدقوا عليهم، ولكن ردوا البال مزيان المسائل ديالكم الشخصيه. وعلاش انا درت هذا الفيديو؟ انا كنت غادي ندير لكم مونتاج ديال فيديو اخر وبدلت الفيديو، علاش؟ حيت واحد المتتبعه صراحه من زمان وانا كنتكلم معها من فتره، يعني متابعاني ودائما كتشجعني، دائما تواصل معايا في الانستغرام، واخيرا جات لاسطنبول هذا الاسبوع. مع الاسف ارسلت لي رساله انها تعرضت لسرقه ديال مبلغ اللي تقريبا ما بقتش عقله مزيان، شي 3000 وما بين 3000 و 4000 ليره اللي تهزت لها من الساك ديالها في المترو وهي غاده للتقسيم. دائما كنقول لكم في المترو في التراموي خصوصا اللي كيكونوا قرابين المناطق السياحيه كيكونوا بزاف ديال السرقات فيهم، لانهم كيعرفوا السياح تماك. مازال المناطق الاخرى ما كيكونوش بزاف حيت كيكونوا غير الاتراك، والاتراك هنايا راه ما كيتسامحوش نهائيا الا شدوا شي سارق، راه ما نعاودش لكم اشنو كيطرى ليه. راه انا حضرت شحال من مره ان شي واحد لا حصل سرق راه كيقتلوه عصا. ما عليناش، المهم السيده كانت في المترو واللي وقع لها انها كانت هي والزوج ديالها، وكانت واحد ما نقولش الجنسيه ديالها، المهم عربيه، اللي كانت وقفات دازت قدامها، دارت على اساس انها بحال غادي تنزل من المترو وعاودت رجعات، وديك الوقيته هزات لها من الصاك الفلوس وعطاتهم لشخص واحد على برا. من بعد من عاقت هي لقات السيده وقالت لها راه سرقتيني، جاو شخص اخر دخل وقال لها لا كتكذبي عليها وهذا، وبقات عليها فتشيني الا بغيتي تفتشيني وهذا. السيده تخلعات ما بغاش المشاكل، حتى هبطات عاد الناس اللي كاينين تماك بداو كيتكلموا قالوا لا راه عطات لشي واحد اخر. مع الاسف ما كنفهمش انا هاد الظاهره ديال الناس، ولا دابا كلشي كيخاف على راسه وهذا هو المشكل. لا شفتي حاجه نهضر، علاش ما نهضرش؟ الا هضرتي انت وهضرتي انت راه ما يمكنش ان ترى شي حاجه. لا هضروا بزاف ديال الناس ووقفوا وضامنوا مع داك الشخص المتضرر، راه الله يحسن العوان. الواحد كيكون جاي هنا سفر، كيكون جاي جايب معاه واحد القدر من المال، باغي يشري به بزاف ديال الحاجات، باغي يدير بهم بزاف ديال الحاجات، من بعد يمشي يتكرم في داك المبلغ ديالو، فصعيب بزاف. خصوصا بعدا في الاسواق الاسبوعيه دائما كنبداها لكم كنقول لكم ردوا البال. دابا راه ولاو حتى الباعه اللي كيبيعوا تماك في الاسواق راه كيبقاو يعيطوا، ولكن كيكونوا كيهضروا بالتركية، كيقول لك ردوا البال، ردوا البال من السكان ديالكم. دائما انا نفضل انك ديروا واحد الساك اللي هو قدامكم
ويكون تكوني شاداه يعني ما تغفليش عليه. وراه ولاو كيضربوا بزازوار يعني كيضربوا بواحد الشفره ديال الحلاقه وكيخويوه ليك واخا انت راه ما حلوش ليك لا الفوق لا السلسله ديالو ولا حتى شي حاجه. هذاك الصكادويات اللي كديروا اللور من الاحسن ما تحطوش فيها الفلوس. انا كنفضل ان الفلوس يكونوا متوزعين. من الاحسن يكون عندكم شي جيب هكا كيكونوا هذوك لي كيلوط اللي كيكونوا فيهم جيوبه اولا ما نعرف شي حاجه اللي تكون في الملابس الداخليه ديالكم. نحط نفرق الفلوس ندير شويه في الجيب ديالي يكون شي جيب يكون مخبي مزيان ندير شويه في الصاك ما نحطوش الفلوس ديالنا كاملين نبقى وحده في بلاصه وحده باش حتى مشاو كاملين نبقى واحدين. بحال واحد الاخت نيت كنطرى ليها نفس الشيء وصديقه ديالي ايضا كنت لكم شحال هذه كان وقعت لها الدوله 2000 دولار واللي داتها لها مراه كبيره مسنه اللي كانت بالجلم ديالها وهي كتقضى وهي ما شكتش فيها نهائيا لانه كانت سنة وكانت ما قدرتش توقف يعني كتمشي غير بالعكاز وكانت كتحك معها وهي اطلاقا ما فكرتش انها تكون سارقه. فمن بعد اكتشفت بان ضربت لها الساك بزيزوار ودات لها الفلوس. فشوفوا ما تثقوش وما تقولوش هذا راجل كبير وما تقولوش هذه مراه مسنه وما تقولوش هذه السيده يعني زوينه دايره المكياج الهندام ديال انيق او لهذا. فدابا اغلبيه السارقات راه كيكونوا عيالات دابا ما بقاوش السارق فحال شحال هادي كيبان ليك او لا واحد مشكوك في الامر ديالو ما لابسش مزيان ما نقيش هذا لا. دابا السارقه راه ولات كتكون يعني لابسه مزيان مريحه يعني مقاده مديره الساك ديالها واعر وكتلقاها كتشفر. الله يبعدهم عليكم والله يهديهم حتى هما. مع الاسف مؤخرا زادت الظاهره بزاف بزاف. هي راه كانت ماشي ما كانش وفي جميع دول العالم كاينه السارقه. انا حتى انا كنت تعرضت للسرقه في ايطاليا قرب من برج ديال بيسا ما تنساش ليا الدوليه البسطام ديالي كامل من 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 الساك. كنت واقفه كنتصور مع ديك البرج المائل كيصورني الزوج ديالي وهزوه ليا وكانوا فيهم لي كارت يعني من غير انه الفلوس كان فيهم الاقامه ديالي وديال الاولاد ديالي يعني لقينا واحد الصعوبات دوزنا يومين غير في مخفر الشرطه وراكم عارفين يعني كيخسر لكم البروغرام ديالكم كيخسر لكم البرنامج السياحي ديالكم. لذلك حاولوا تفادوا بزاف ديال الامور باش تدوز العطله ديالكم مزيانه. قلت لكم ما تثقوا في حتى شي حد ما تقولوش هذا راجل كبير هذا. مع الاسف مؤخرا قلت لكم تزادوا هاد العمليه ديال السرقه نظرا لانه الاوضاع الاقتصاديه ولات صراحه خايبه بزاف. المعيشه ولات في تركيا غاليه لاقصى حدود. الناس اللي كيجيو لتركيا غير سياحه وراه بداو كيلاحظوها. الاثمنه ولات مرتفعه سواء للسكن سواء الاوتيلات الاكل يعني النسبه ديال التضخم اولا الانفلاسيون تزادت راه غدا 100% عرفتي شنو هي 100% يعني الحاجه اليوم كتكون 5 كتولي غدا 10 اصلا 5 ما بقات كتجيب لك حتى شي حاجه اليوم 25 غدا 50 يعني كل اسبوع كيكون تغييرات في الاسعار. حنا وكنتصدموا يعني هاد السيمانه كتشري واحد الحاجه مثلا كتاخديها 50 ليره الاسبوع الجاي كتبغي تشري في حاله كتلقاها ب 75 كتقول كيفاش من هاد الاسبوع لأسبوع. حنا كل اسبوع كيكونوا زيادات يعني هادشي بزاف وهادشي ما كيعطيش مبرر ان الناس تسرق اولا هادي بالعكس ولكن غير بغيت نحطكم في الصوره لانه الناس ما بقاوش كيقدوا من المعاشات ديالهم والمعاشات نيت ولات هزيله جدا يعني ما تقدش يعني الله يحسن العوان ديال كل واحد الله يحسن العوان. ولكن ردوا بالكم بزاف وخصوصا ايضا كما كنقول لكم في تقسيم بالليل الواحد يحاول انه ما يمشيش ليه بالليل. هو زوين المنظر ديالو بالليل انما بالليل كيكون فيه واحد الناس من شكل اخر يعني كيكون واحد قدروا نقول واحد الفسق فيه الله يهدينا والله يسرنا كيكون فيه واحد النوعيه ديال الناس اللي زعما بالنسبه للعائلات لا انصح انهم يمشوا بالليل لا انصح الناس انهم ياخذوا اوتيلات تماك لانه كيكون تماك واحد الملاهي ليليه مراقص اللي كيكونوا كيخدموا بالليل. ملي كتمشيو في التقسيم راه كيكونوا واحد المنازل اللي هما الفوق كيبانوا لكم الشرفات ديالهم بالليل كيكون فيهم خدامين وداكشي وتماك ايضا كيتعرضوا الناس للسرقات يعني بزاف ديال الناس اللي كيمشيو كيسهروا تماك وكيصدقوا واكلين العصا انك دخلت تماك كيحسبوا لك شي ثمن خيالي ومن بعد الا ما عندكش
الفلوس كيمشيو معاك باش تخرج تسحب من البنكه، ولا ما عندكش من البنكه يقدروا ياخذوا لك الهاتف ديالك، يقدروا يسرقوا كيضربوك تماك. وبزاف ديال الشباب كانوا وقع لهم نفس الشيء، كنت شرحته في الفيديوهات السابقه ديال ايضا ديال عمليه النصب. فردوا البال مزيان، وتماك بالليل حتى الاوتيلات كما قلت لكم، واحد صديقه عزيزه عليا كان جات هنايا والزوج ديالها وخداو اوتيل ما كانوش عارفين، فما كانوش كينعسوا بالليل، كان دائما قالت لي 4 ديال الصباح ملي كيبداو يخرجوا الناس من الملهى الليلي، قالت لي كيبقاو يضربوا الناس السكارى تماك الغوات، وعاد باش الموسيقى اللي كتكون مجهده. دائما كنقول لكم بعدو. بالنسبه للناس اللي كيسولوني دائما باش نعطيكم اسعار الاوتيلات او لا احسن اوتيلات، فانا ما كنعرفش بحالي في حالكم، انا مقيمه هنايا ما كنمشيش للاوتيلات، ما نقدرش ننصحكم باوتيل وانا ما جالساش فيه او لا ما مشيتوش. انا اللي كنقول لكم المنطقه اللي زوينه انكم تشدوا فيها اوتيل هي المنطقه ديال الفاتح، الجهه ديال السلطان احمد وجهه ديال لاليلي، زوينه قريبه من المواصلات، قريبه من البلايص السياحيه، وايضا منطقه اللي هي عائليه وزوينه. فهذا الشيء اللي كاين بالنسبه للتقسيم. نتمنى نكون ما نسيت حتى شي حاجه، فقط بغيت ندير لكم هذا الفيديو حيت صراحه كيعز فيا الناس اللي كيتعرضوا للسرقات، كيعز فيا الرسائل ديال الناس اللي كيوصلوني بحال هكا، كنحس بالالم ديالهم بالحسره، لان كما قلت لكم ماشي سهل الواحد يكون جاي يدوز واحد العطله واخا ما ياخذوش لك الفلوس بزاف، ولكن كتبقى فيك فحال الشمته، يعني كتقولي علاش وكنت ما نديرش فحال هكاك وانا كنت ندير فحال هكاك، وكتبقى كيبقى مثلا عندك 10 ايام كتبقى ديك ال 10 ايام كامله وانت منغصه عليك العيشه ديالك. وحاجه واحده اخرى قبل ما ننسى، الحمد لله تفكرت قبل ما ننسى الفيديو نكمل الفيديو، ايضا بالنسبه للمطاعم المقاهي دائما حسبوا من موراهم، حتى هذه راه ولات مؤخرا ظاهره اللي ولات كثيره بزاف. دائما نمشي نشوف المنيو ونشوف المنيو نشوف الاسعار ونحسب معاه، ومنين يعطيني الفاتوره في الاخير نشد، واخا ما تقولوش لي اللغه نقرا ونشوف ايران هذه شريت هذا شريت هذه هذه الثمن ديالها هذا، ونعيط عليه ونسول، حيت بعض المرات كيزيدوك فحال مثلا خديتي جوج ديال المشروبات كتقدري تلقاي ثلاثه في الفاتوره، اولا خديتو جوج ديال الصحون ديال المهم كباب اولا دي كتلقاو ثلاثه في الفاتوره. ردوا البال من الفواتير ديالكم سواء في المقاهي اولا في المطاعم، وايضا في الماركت تمشيو لاي ماركت شريتو شي حاجه ردوا البال، دائما نراجع دائما نراجع الفاتوره، وراجعوا حتى الفواتير في ال سي واي كيكي في ديفاكتو في الماركات العالميه، راه ولاو كيديروها ما عرفتش واش كيديروها عن قصد ولا كيكون غلط اولا سهو ما عرفتش. حتى في ال سي واي كيكي جاوني شكايات من الناس انهم كيلقاو مثلا هاد السعر ديال هاد الحاجه بثمن، ومنين كيمشيو كيخلصوا وكيكونوا خارجين كيلقاو تحسب عليهم ثمن اخر. فدائما ركزوا دائما ما تبقاوش ملهيين وتقولوا صافي نخلص ماشي مشكل، لا ركزي وشوفي هاد الحاجه بشحال، نرد معاه البال باش ما يتنصبش عليكم باش ما يضيعوش لكم الفلوس ديالكم ما حتى شي حاجه. ونتمنى انني نكون فدتكم، ونتمنى يا ربي من كل قلبي ان اي واحد جا ان شاء الله سياحه ما يتعرض لحتى شي شكل من الاشكال ديال النصب، ويدوز العطله ديالو سعيده ان شاء الله امنه، يمشي بخير يجي بخير ويمشي بخير ان شاء الله لبلادو. كنشكركم بزاف، سمحوا لي الا طولت عليكم الفيديو، وكنحبكم بزاف، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على الرسائل الزوينه، وشكرا على التعاليق اللي كتكتبوا لي دائما لتحت، وراه دائما كنتسنى الدعم ديالكم باش نعطيكم اكثر واكثر، وجاي ان شاء الله فيديوهات جداد اللي غيعجبوكم. كنضرب لكم موعد ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.